أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى. دولة الاحتلال الصهيوني تمطر سوريا كل فترة بمجموعة من الصواريخ والضربات الجوية تحت مسمى محاربة الوجود الإيراني، وإيران تدعم نظام الأسد بدفاعات جوية لصد ضربات ما سمته بالوجود الصهيوني. وبين احتلال صهيوني واحتلال فارسي يبقى الشعب السوري هو الضحية الكبرى، ومع وجود خطط لكل منهما في سوريا كيف سيكون مستقبل سوريا بين احتلالين؟ أجدد الترحيب بالأستاذ والصحفي السوري الأستاذ ياسر رحيل. أستاذ ياسر أهلا بك مرة أخرى، كما يسعدني أن أستضيف عبر سكايب الأستاذ والدكتور عبد الظاهر وحود الأمين العام للتيار الثوري السوري. أستاذ عبد الظاهر أهلا وسهلا بك. أهلا بكم أستاذ المشاهدين، تحية للمتابعين على القناة التاسعة. أهلا بك أستاذ عبد الظاهر. مرة أخرى دعنا نذهب إلى هذا العرض التوضيحي ونعود إليكم مشاهدنا الكرام.